تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 5 يوليو 2022. إن شاء ربنا ودبر اليوم الثلاثة الجاي ده لو ربنا سمح وكل شيء كان بخير، هيكون مقدمة مرحلة هومو سيبيان باختصار، وهناخد معاها شبهة هل أكون له إلها زي ما بيحاول يدعي البعض؟ لا، ده لا يثبت لاهوت المسيح، ده زيها زي ما موسى إله فرعون. فهل تعبير المسيح لما بيقول أكون له إلها ده مش معناها أن المسيح إله لكن ده كده زي موسى؟ دايما يقول لك أين قال المسيح أنا هو الله، ولما مكتوب نصا أن المسيح هو إلهنا نصا يحاولوا يتلاعبوا برضو. فهندرس هذا الموضوع إن شاء ربنا ودبر الأسبوع الجاي. تنبيه مهم، الموضوع التعليق على الأحداث لدى البعض ممكن يسبب ليهم تأثير سلبي، وخاصة ممكن اللي يشوفوه لأول مرة، البعض يحس بخوف باكتئاب فمن الخبر أو من تعليق المتكلم اللي هو ضعفي. فviewers discretion is advised، لو كنت من نوعية اللي ممكن تكتئب اللي ممكن تتضايق مش محتاج تشوف الفيديو ده. أما اللي مهتم بهذه الخدمة خلي بالك، وبذكر لحضرتك إن هدف الخدمة دي مش هدفها نشر أخبار. لو نشر أخبار دي تبقى نشر أخبار مملة قوي، إيه الحاجات المتكررة باستمرار، ده مش هدفها. هدف الخدمة دي إن هي تذكر ضعفي وحضراتكم مع بعض بحياة اليقظة الروحية، حياة الاستعداد. عرسنا اقترب، محتاجين نكون مستعدين، محتاجين نكون مصابيح مضاءة قبل ما يجي العريس، عشان لما يجي العريس نكون مستعدين لاستقباله، وكمان تكون مصابيحنا مضاءة في فترة الظلام اللي هيسود قبل مجيئه علشان العثرة اللي بتتم صغار النفوس. ربنا قال لنا علامات كتير وكان قاصد يقولها لنا، رغم ان هو قال لنا ما تهتموش فاحنا مش خايفين ومش مهتمين، ولكن في نفس الوقت منتبهين مش مشغولين. فربنا قال لنا حاجات كتيرة هتحصل، زلازل وبراكين ومجاعات وأوبئة ومخاوف، كل ده حين يبصرون ابن الإنسان أتيان في السحابة بقوة ومجده كثير، والدم والنار وبخار الدخان والظلام في الشمس والقمر والكلام ده، ويكون كل ده قبل من يجيء يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. ودي دايما بركز عليها. ربنا قال لنا ليه العلامات دي؟ واحد، عشان ما نخافش في زمن يخوف ولاد العالم فعلا، فعشان كده دايما خايفين من بكرة. اتنين، علشان نؤمن في زمن شايفين ازاي بيشككونا في ايماننا، وللأسف بيحاربوا جدا الايمان وبيشككوا خاصة صغار النفوس، عشان نؤمن ونعلن ايماننا. والحاجة التالتة والمهمة، علشان حياة الاستعداد زي ما قال لنا الكتاب، ومتى ابتدأت تكتمل انت زي ما بقول معرفش، لكن الكتاب قال لنا اول ما تبتدي ارفع راسك لفوق لان نجاتكم تقترب. هو ده اللي يهمني اوضح لحضراتكم، العلامات بدأت ومستمرة ما توقفتش، الزلازل عشان كده بزهق حضراتكم الزلازل كل اسبوع. طب ما نفس الكلام اللي بتقوله، هي اكشولي بتزيد، وده اللي قاله الكتاب، بدأت ومستمرة في تتزايد، البراكين بدأت ومستمرة في تتزايد، تساقط نجوم السماء بدأت ومستمرة في التزايد، علامات في السماء زي ما قال الكتاب، منذنب كيتول عملاق اللي هيعبر على مقربة من الأرض منتصف الشهر، دخل يوم 25 يونيو إلى الجزء الداخلي من المجموعة الشمسية، ونشكر ربنا أنه حمانا أن يكون مساره مش هيصطدم بالأرض. خسوف شمسي بعبور القمر، ولكن ده يرى من الفضاء فقط، وادي الصورة بتاعته. انفجار شمسي قوي، لكن برضو نشكر ربنا انه تم في الجانب البعيد من الشمس مش المواجه للأرض، وزي ما العلماء بيقولوا انفجار شمسي أثر على الأرض، ده مش موضوع it's not matter of if it's matter of when، مش موضوع هيحصل ولا مش هيحصل، ده أكيد هيحصل لكن احنا مش عارفين امتى، والبعض بيقولوا ده اوفر دي وده كان المفروض يكون حصل ليه فتره. ربنا يستر، ونشكر ربنا انه حمينا، ومحتاجين حقيقي نشكر ربنا على الكلام ده، لان احنا بناخده كحق مكتسب رغم ان دي حمايه عطيه من ربنا، ده مش حق مكتسب. العلماء يرجعوا يغيروا كلامهم ويقولوا ان القطب المغناطيسي للارض لن ينقلب، بناء على دراسه ان وضحت انه مش هينقلب بسرعه زي ما كانوا بيعتقدوا او يتوقعوا سابقا. فكلام اللي بيتقال لحضراتكم على انقلاب المجال المغناطيسي وبسرعة، الكلام ده اتضح ان هو مش صحيح زي ما بيقولوا، وده يؤكد مرة تانية اللي قلت لحضراتكم،
ده يشهد على صغر عمر الأرض. الصين قد تحاول السيطرة على القمر في محاولتها للسيطرة على الفضاء، ده ادعاء بتقوله ناسا. ناسا بتحذر تقول خلي بالكم الصين عايزة تسيطر على القمر والفضاء. صاروخ اصطدم بالقمر، طلع من الأرض وخبط في القمر، ومحدش عارف مين أطلق الصاروخ ده اللي خبط القمر. على فكرة البشرية حاليا بتعمل مهزلة في الفضاء، والنفايات الفضائية اللي بتعملها الدول والقيادات الدولية بتخرب الفضاء، ويرموا العيب على مين في الآخر؟ على الشعب. انت الوحش. هما ما اكتفوش بتبويض الأرض زي ما قال سفر الرؤية هيخرب الذين يخربون الأرض، ده كمان دلوقتي بيدخلوا وبيخربوا الفضاء. ساتلايت تابع لناسا يخرج بنجاح من عن مداره حول الأرض ويتجه للقمر. تزايد مفاجئ في السحب الطيفية في الطبقات العليا أعلى بكثير من المعدلات الطبيعية، وده يوضح أن فعلا بتحصل فيه عجائب في السماء وعلى الأرض زي ما قال الكتاب. يوم 1 يونيو، ده على سبيل المثال للحصر، يوم 1 يونيو 18 كرة نارية في يوم واحد اللي هي ذكرها الكتاب نجوم السماء أو الأحجار اللي تحمل الكلمة في اليوناني معنى أحجار فضائية. يوم 3 يوليو 11 كرة نارية. الطقس الأمواج فعلا تضج زي ما قال الكتاب في إنجيل لوقا 21. كنا نسمع الرقم قياسي كل عدة سنين أو عدة عقود، دلوقتي بينا نسمع الرقم قياسي تقريبا أكثر من مرة في نفس الأسبوع. طقس سيء يضرب طوكيو اليابانية ويسجل أرقام قياسية ما حصلتش من 147 سنة. آخر مرة حصلت حاجات زي كده كان 1875. إعصار كولين يضرب شواطئ كارولينا الشمالية. إخلاء 30 ألف مواطن في سيدني بعد سقوط 3 أقدام أمطار سجلت أرقام قياسية وسببت فيضانات وكوارث في بعض المناطق. ده على فكرة رابع فيضان يسبب طوارئ في سيدني في 16 شهر فقط ويؤثر على 50 ألف شخص. البعض طبعا يرمي العيب على طول على البيئة ويدفعك أنت ضرائب على الكربون وعايز يمنعك من السفر، صح؟ رغم أن هم بيطلعوا كربون قد كده وبيسافر براحتهم بطياراتهم الخاصة الإليت. الموضوع ده مش بسبب خراب البيئة، خراب البيئة بسبب الخطية، وربنا يكون أخبرنا من 2000 سنة أن ده هيحصل فيرموا العيب علينا احنا؟ ربنا قال لنا الكلام ده هيحصل في أواخر الأيام، الأمواج هتضج، فالمفروض نرجع ونتوب لربنا لو فعلا عايزين حلل البيئة. حلل البيئة مش بمعاقبة البشر وبتقليل عددهم غصبا عنهم وبالتحكم فيهم ومنعهم. حل البيئة أنه خالق البيئة هو اللي يرجع بركته للبيئة تاني، ولكن مين هيسمع؟ الزلازل اللي برضو زادت جدا، طيار زلازل في كارولينا الجنوبية منهم 2 أقوى مما ضرب الولاية في سنوات طويلة. يوم الخميس اللي فات 34 زلزال منهم واحد بقوة 6، رقم 6 اللي كان نادر في السنة دلوقتي بقينا شبه بنسمعه مرة أو أكتر كل أسبوع. يوم الجمعة 45 زلزال منهم 2 مع بعض بقوة 6 ريختر في نفس اليوم، واحد منهم اتخفض من 6.3 والتاني اتخفض من 6.1 في إيران، وتالت بقوة 5.9 في اليابان. يوم السبت 38 زلزال ما بين متوسط وقوي. يوم الحد 36 زلزال. يوم الاثنين 55 زلزال في يوم واحد ما بين متوسط وقوي. راجعوا الأرقام دي بنفسكم في 2006 و2007 من 15 سنة وشوفوا المعدل زاد ازاي. راجعوا أرقام الزلازل قبل 2008 شوفوا المعدلات كانت ايه وبقت ايه، وما تنفعش بالتخمين وما تنفعش حتى بالفكر الزماني اللي بيدعي الحالي العصري اللي بيدعي ان الأرض عمرها مليارات السنين. لو عمرها 4.6 مليار كانت زمانها استقرت، ما كناش نسمع عن تزايد الكرات النارية وتزايد الزلازل والكلام ده كله. لكن كتابنا المقدس اللي تكلم عن عمر الأرض القصير تكلم ان ده هيحصل في أواخر الأيام، وكالعادة بدقة بيحصل.
الاسبوع ده لوحده حصل فيه 110 زلزال قوي في اسبوع واحد. قارنوا الكلام ده زي ما قلت لكم 2006 و2007، منهم ثلاث زلازل مع بعض في نفس الاسبوع بقوة 6 ريختر، والبعض اقتربوا كمان من هذا الرقم. على الأقل ثلاثة اتقتلوا من زلزال إيران اللي تسجل بقوة 6.1. زلزال إيران أو زلازل إيران من قوتها شعروا بها في الإمارات. أيضا في وقت اللي تزايد فيه تلاطم الأمواج وتزايدت فيه الزلازل وتزايد فيه الكرات النارية، أيضا تزايد فيه النار وبخار الدخان زي ما قال الكتاب والبراكين. كمثال للنشاط البركاني يوم 29 يونيو متابعة لنشاط 8 براكين قوية، اللي كنا زمان نسمع عن 3-4 براكين قوية في السنة. انفجار آخر لبركان نيفادو، ده على سبيل المثال للحصر، أطلق رماد ل 21,000 آدم عشان تعرفوا مين اللي بيطلع كميات ضخمة من البخار والرماد وثاني أكسيد الكربون، مش البشر. البشر عامل قليل في هذا الأمر. شوفوا تزايد النشاط البركاني زي ما قال الكتاب بيعمل ايه. انفجار اخر لبركان سانجاي اطلق رماد 22,000 ادم. انفجار اخر لبركان سبنكاي اطلق رماد ل 26,000 ادم. وانفجار اخر لبركان بوبوكاتابيلي اطلق رماد ل 25,000 ادم. ملخص البراكين النشطة يوم الحد، وانا بكرر الموضوع ده باستمرار عشان ده اللي قاله الكتاب، واحدة من العلامات قالها وفعلا كالعادة زي ما قال الكتاب صدق، رغم انه المفروض برضو فعلا ادعاء قدم العمر الارض تكون بردت وشبعت برودة من 4.6 مليار سنة وحتى الان مفيش حاجة اسمها براكين، لكن زي ما قال الكتاب اللي تكلم عن قصر عمر الارض بيتكلم بوضوح عن هذا الامر وقال هتزيد البراكين في اواخر الايام، وفعلا ده اللي بيحصل. لا يا عزيزي ده مش تسجيل، ده مباشر. موت الكائنات الجماعي زي ما قال سفر هوشع 4 وصفر صفانيا 1، سمك البحر ينزع، طيور السماء تقع ميتة، وحيوانات البرية تقع ميتة قبل ما يعاقب ربنا الإنسان والمعاصر مع الأشرار. مزرعة توت كندية لا تجد نحل يكفي وتقول إن كل شخص يجب أن يقلق. دخلنا في زمن خطر من كمية النحل اللي بتموت وبتندثر، خسرنا 60% من النحل، وللأسف ده مشكلة كبيرة. فما بالإضافة للفيضانات والجفاف والعصير والمصايب دي كلها، بالإضافة للحروب وغيره كمان، حتى المحاصيل هتقل بسبب النحل. حقيقي العالم ده حله توبة قوية، ولكن للأسف بدل ما يتوبوا من الضربات دي يعملوا إيه؟ يجدفوا على اسم الله الحي. الإغلاق على خلايا النحل في جنوب شرق أستراليا، النحل أصلا كان ناقص دلوقتي بيتضرب بوباء عشان يوقفوا انتشار إصابة قاتلة فيه. أستراليا كمان اضطرت تعدم في وقت النحل قليل، اضطرت تعدم عشرات الملايين من النحل عشان توقف انتشار وباء بينهم والإنقاذ صناعة النحل في أستراليا. فللأسف للأسف النحل ده حاجة، ده واحد من اللي حذروا ان النحل ينقص في العالم كان ألبرت أينشتاين، وفعلا النحل بدأ ينقص وللأسف ده هيأثر على المحاصيل. أعمال تخريب تسببت في قتل نصف مليون نحلة في مين؟ غرب أمريكا يرى انفجار بالمقياس الكتابي في كمية الجراد، والجراد بيخرب المحاصيل هو التاني في نفس الوقت. ما بين الجفاف وما أنواع الحشرات اللي بتصيب لحاق يقتلوا نوع من الأشجار يعتبر أقدم أشجار حية موجودة على سطح الكرة الأرضية وموجودة في كاليفورنيا، بتموت ما بين الجفاف وما بين الحشرات اللي بدأت تضربها، رغم أن الأشجار دي موجودة من ألاف السنين وعايشة. ربنا يباركك عزيز، ربنا يحافظ عليك. نوع ديدان غريب برأس عامل زي المطرقة، عارفين سمك القرش المطرقي، في ديدان برأس مطرقية بيخرب التربة لأنه بيأكل ديدان الأرض المفيدة للتربة، فالضربات بدأت تزيد فعلا زي ما قال الكتاب. ظاهرة غريبة وهي حيتان قاتلة بقت تستهدف وتقتل سمك القرش الأبيض
الجريت وايت شارك علشان تاكل الكبد بتاعه في جنوب افريقيا، فالحيوانات بتتجنن، البركة اتنزعت من الطبيعة. دكتور أولين وان، بركة كبيرة. سيدة تكتشف كائن عجيب ميت على أحد شواطئ مصر، الكائن ده بفكين وبدون أعين، وتساؤل ليه الكائنات الغريبة بتاعت الأعماق بدأت تبقى تترمى على الشواطئ هذه الأيام. الأوبئة برضو اللي زادت زي ما قال الكتاب، هنسمع عن أوبئة في أماكن. وصلت عدد الوباء الحالي الإصابة فيه إلى 550 مليون، الوفيات وصلت 6.3 مليون، وبداية تزايد الإصابات عالميا، فالموجة بتتجه، مش هقدر أقول الموجة الكام دلوقتي، بقت الموجة السابعة ولا واتفر، لكن نشكر ربنا اللي زي ما قلت لكم قبل كده من بداية الوباء الفيرال بيرن اتسلف، والفيروس الوباء الفيروسي دايما بيحرق من نفسه، فعلا يستمر تناقص نسبة الوفيات. اقسموا عدد الوفيات على عدد الإصابة عالميا، هتلاقوا دلوقتي وصلنا إلى 2.3 في الألف فقط، بعد ما الوباء الأصلي كان بادئ بنسبة 4 وتقترب من 5، بعد كده مع ألفا ودلتا بدأت تتناقص ل 3 و2 وهكذا، مع أوميكرون نزلت النسبة ل 3 في الألف، دلوقتي مع التحور الخامس من الأوميكرون نزلت الإصابة إلى الوفيات ل 2.3 في الألف فقط، يعني شخصين كل ألف، فنشكر ربنا على هذا الأمر. ليه تساؤل في هذه النقطة، واسمحوا لي معلش كالعادة تحملوا غبائي، ما انتوا عارفين انا انسان بسأل اسئلة غبية احيانا، معلش. دول كثيرة التطعيم لا تزال حتى الان في صدارة معدل الاصابة، هي الاعلى، امريكا والمانيا وفرنسا وتايوان وايطاليا واستراليا واليابان واسبانيا وبريطانيا وهكذا. ليه؟ سؤال تاني اغبى منه، معلش استحملوني. انتوا عارفين انه خلاص اكدوا لنا ان التطعيم بوير اوت بيتهي مفعوله في خلال 2-3-4 شهور، دي حد هيجادل فيها؟ دي قالوها كل البهوات الالهة بتعوت التطعيم، ده ما حدش اعتقد هيجادلني فيها، ولغاية دلوقتي معتبرين الشخص المطعم بالكامل اللي خد حقنتين، ولو هتروح المطارات في كل الدول المتقدمة المحترمة هتثبت ان انت متطعم الحقنتين، يعني متطعم بالكامل، يعدوك وقليل الادب اللي متطعمش اللي ما سمعش الكلام يتعاقب بالبتاع اللي تدخل في المناخير ان شاء الله يدخلوها للمخ. الناس اللي متطعمين حقنتين حتى لو عد عليهم من سنة ولا 9 شهور يعني انتهى مفعول التطعيم تماما، معلش. ليه لسه بيفرقوا ما بين اللي متطعم من 9 شهور ولا سنة اللي خلاص انتهى مفعول التطعيم، وما بين اللي متطعمش رغم ان الاتنين حاجة واحدة؟ ليه؟ ولا ده فقط للإجبار والتحكم اللي مش عايزين يتنازلوا عنه كل هذه الحكومات الليبرالية؟ الفرصة اللي قانوا عليها يونيك اوبورتيونيتي زي ما قال شواب والمجموعة دولة. فهمت سؤالي؟ اللي اتطعموا خلص مفعول التطعيم من زمان، دول اخدوا الجرعة التانية من سنة ولا من 9 شهور. ليه لسه بيفرقوا ما بينهم وما بين اللي ما اتطعموش ان كان الاتنين بيقوا حاجة واحدة؟ اللي متطعمين رغم ان انتهى مفعول التطعيم من زمان يلا سافر براحتك ومحدش هيكلمك في المطارات ولا هتعملوا لك اختبارات ولا غيره. اما الوحش اللي متطعمش لسه هيطلعوا عينه في المطار، ليه؟ ولا هو عقابة للي ما سمعش الكلام؟ الموضوع مش موضوع التطعيم، الموضوع الخضوع. سؤال وانتظر الإجابة، ومعلش قد يكون سؤال غبي كالعادة، وربنا يرحمنا من هؤلاء الليبراليين. كبير أطباء نيويورك يحذر أن موجة جديدة بدأت وهي نسخة من أسوأ تحورات أوميكرون. ما أعتقدش أن هي أسوأ تحورات أوميكرون، هي نسبة الوفيات كل مالها بتقل، فبي اي 5 أضعف، لكن هي لسه بتنتشر بقوة. على فكرة حبيب القلب ما سمعناش لي أي كلمة لينا أسبوعين، دكتور فاوتشي أصل لسه عيان،
اللهم لا شماتة. انتوا عارفين ان هو خد الدواء الانتي فايرال بتاع فايزر وخلص الكورس ومخفش، فاضطر يكرروا له الكورس مرة تانية، ده غير المونوكلونال انتي بوديز والكلام ده. anyway برضه نصلي له ربنا يشفيه، ويعني المسيح علمنا ان احنا نحب اعدائنا. الجرعة الرابعة، وللبعض قد تكون بقيت الخامسة ولا الستة، قادمة لا محالة، بيقول لك هتاخدها. ده كده كمان خايفين، نيويورك تايم خايفة لا يكونوا احنا تأخرنا في فرض الجرعة الرابعة والخامسة، خايفين للأسف، مش عارف اقول ايه. الار اس في حاليا بيموت بنسبة صدقوني اعلى من 2.3 في الالف. الار اس في نوع من انواع الانفلونزا. ليه الاجبار على التطعيم بهذا المنظر؟ يعني انت حاليا لو اخدت الاوميكرون بي اي 5 هتموت بنسبة اقل من لو اخدت الار اس في السنة دي، ولا هي برضو زي ما بقول فرصة مش عايزينها تضيع من ايديهم، يونيك اوبورتيونيتي التعبير اللي استخدموه للتحكم وللسيطرة على البشر. الاف دي اي تجادل هل محتاجين نقوم بتعديل تطعيم الكوفيد للخريف القادم ولا لا؟ هما شايفين نسبة الوفيات قلت بس لسه سياسة التخويف شغالة. محكمة نقض أمريكية توقف قرار بايدن بإجبار تطعيم عمال الحكومة بسبب تزايد المونكي بوكس اللي وصل يوم 28 يونيو الأسبوع اللي فات ل 300 حالة في أمريكا بس. الحكومة بدأت إجراءات توزيع التطعيم، وطبعا لا يزال سبب انتشاره الأساسي الشواذ. السي دي سي يفعل وحدة عمليات الطوارئ بسبب التزايد الشديد في المونكي بوكس. الدبليو اتش او تصدر تحذير جديد آخر من المونكي بوكس اللي بيتزايد عالميا، وخاصة في المجتمعات اللي فيها مرتفعة نسبة الشواذ للأسف. ويقول ده ويشجعه لسه على الشذوذ، واللي قلنا من زمان واحد من أضراره الأضرار الصحية الخطرة. الشذوذ واحد من أهم الأسباب اللي تنقل الـ sexual transmitted disease. اكتشاف إصابة سالمونيلا في واحد من أكبر مصانع الشوكولاتة في العالم. اكتشاف بكتيريا مقاومة للأدوية في الخنازير، خايفين إن هي تبتدي تنتقل للبشر. قتل البكتيريا المقاومة للأدوية بمركبات ميكروسكوبية قد يكون هو التكنولوجيا الجديدة. استرجعوا بيكن بكمية 185 ألف رطل بسبب وجود مواد غريبة في تصنيعه. اكتشفت سالمونيلا موجودة في تلت لحوم الفراخ المفرومة في أمريكا وبتتوزع وبتتباع. أخبار الحروب، واللي طبعا الحرب الحالية مسببة كوارث في العالم كله، وما فيش حد فيها بريء في هذه الحرب، لا الشرق ولا الغرب. الشرق بدأ الحرب والغرب بيزداد إشعالا فيها ومش عايز سلام. زيلينسكي يطالب بنظام دفاع صاروخي قبل بداية اجتماعه مع الناتو. روسيا بتستمر في تحذيرها للغرب من عواقب استمرار ان هم بيسلحوا أوكرانيا. أوكرانيا أطلقت صاروخ بلاستي على مدينة روسية اتقتل فيها 4 مدنيين روس. أوكرانيا أقرت أن بالفعل روسيا ما ضربتش المول مباشرة، لكن روسيا ضربت مخزن أسلحة ونيران المخزن هي اللي امتدت وأحرقت المول التجاري. بوتين يهدد أن روسيا حترد لو حلف الناتو فكر يوضع قواعد في فنلندا والسويد، ولكن للأسف تقدم خطوات انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو اللي هيزود الموقف اشتعاله. روسيا تطالب بالدفع بالروبل ثمن لتصدير المحاصيل، وروسيا لا تزال حتى الآن المحاصيل الأوكرانية كل اللي بتطالبه من أوكرانيا إن هي تزيل الألغام البحرية اللي وضعتها أوكرانيا علشان تسمح بخروج الغلال، ولكن أوكرانيا رفضت تشيل الألغام البحرية حتى الآن. حلف الناتو يرسل تهديد نووي لروسيا والصين، فخلاص بقى كلهم يهددوا بعض نوويا. اختبار صواريخ فائقة السرعة لأمريكا فشل،
وبيرموا العيب ان هم كانوا مستعجلين علشان خاطر التهديدات بتاعت روسيا. وفعلا للأسف روسيا والصين أصبحوا متفوقين جدا على أمريكا في الصواريخ فائقة السرعة. يعني أمريكا بتحاول إن هي تتعدى حد الخمسة سرعة الصوت، روسيا والصين غالبا تعدوا 20 ضعف سرعة الصوت. رؤساء في الجيش البريطاني يحسوا الجيش على سرعة التحرك بسبب التهديد الروسي. حلف الناتو قلق من تمدد الصين وروسيا في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. وللأسف الدول دي كلها كرهت أمريكا وكرهت الغرب بسبب سياساتهم الغلط وبسبب وعودهم الكاذبة والكذب بتاعهم الكتير. فالدول في آسيا وفي أفريقيا وفي جنوب أمريكا بقت تتجه لروسيا والصين، رغم إن روسيا والصين مش دي دول ديكتاتورية ما فيهاش حرية، والغرب خلاص بقى ما فيهوش حرية. القادة والمشاهير الغربيين لا يستطيعوا اتخاذ قرار، يعملوا ايه؟ يعاقبوا ولا يغروا الدول الأفريقية في محاولتهم للتصدي للتمادي الشديد في روسيا والصين في الدول الأفريقية. رئيس وزراء بريطانيا يريد إنشاء حلف يماثل حدود المملكة الرومانية ويقول إن ده هيفيد أوروبا. ف بوريس عايز يعمل حاجة تشبه المملكة الرومانية مرة تانية. رئيس حلف الناتو يكشف إن بالفعل كان هناك خطة بدأت من 2014 عشان يستخدموا أوكرانيا لإيقاع روسيا في خلاف واستنزاف روسيا. فهل فعلا حرب روسيا دي كانت مدبرة من الغرب؟ أمريكا تعلن عن زيادة تواجد عسكري لزمن طويل في أوروبا، وللأسف الموقف بيزداد اشتعالا. مصنع كيماويات عملاق ألماني قد يغلق بسبب نقص الغاز. على فكرة ألمانيا بتمر بأزمة في الغاز بسبب العقوبات، عقوبات روسيا بيدفع تمنها الغرب أو الشعب الغربي، عقوبات روسيا ما بيدفعش تمنها المواطن الروسي، تأثيرها ضعيف على المواطن الروسي. الرؤساء الغربيين الليبراليين بيعاقبوا شعوبهم مش بيعاقبوا روسيا. في المقابل روسيا تقوم باكتشاف بترول عملاق جديد في الأرتيك، وهذا الاكتشاف الجديد هيخلي روسيا عندها مخزون أكتر وأكتر من البترول. كندا ترسل سفينتين حربيتين لبحر البطليق لتزيد أمن المنطقة، وللأسف ترودو هذا رئيس الوزراء الكندي هو مش عارف بيعمل ايه، الراجل ده بيخبط وخلاص وهو مش قد روسيا، وممكن يتعمل عبرة للأسف. الصين تتريق أو تسخر من اجتماع رؤساء الدول السبعة والقعدة التهكمية اللي عملوها، وتقول عنهم إن هم يمثلوا عدد بشري قليل. وأنا آسف، للأسف أنا ما بحبش تماما الحكومة الصينية أو القيادة الصينية دي، دكتاتورية صعبة جدا. ولكن فعلا اجتماع السبعة الجي 7 كان مسخرة، كان يستحق السخرية. انت أول ما اتقابلوا مع بعض قعدوا يحكوا مين ومين، كل مين طيارته أكبر من التاني، وبوريس جونسون يقول لترودو طيارتك حلوة، فترودو يقول له لا بس مش بحجم طيارتك، طيارتك أكبر. فمش عارف مين يقول له الطيارة اللي عندي بتعتمد على التكنولوجيا أكتر اهتمام من اللكشري، والقرارات كمان اللي طلعوها أكتر سخرية. إيه اللي بيعملوه قادة الدول السبعة دول؟ هم دول اللي بيمثلوا العالم المتقدم وأكبر 7 دول في العالم اقتصاديا، اجتماع السبعة دول. مؤسسة أوكسفام للمساعدات الإنسانية تدين الدول السبعة لأنهم مش بيهتموا بالمجاعة العالمية، فهم خصصوا 600 مليون لده و600 بليون لده ومش عارف قد ايه لده، والبيئة طبعا كل حاجة، و4.5 بليون فقط للمجاعة اللي بتحصل في العالم اللي هي ولا حاجة مقارنة بالأرقام الضخمة اللي خصصوها لأشياء أخرى لا تساعد البشرية في شيء، بل هي اكشولي ضد البشر. كوريا الشمالية تقول إن أمريكا بتنشئ حلف نيتو آسيوي وتتعهد إن هي تتصدى لهذا الحلف الأمريكي في آسيا الجديد.
الصين تعترض على فكرة حلف نيتو آسيوي تعمله أمريكا. شركة صينية تشتري حقل كبير بجوار قاعدة حربية أمريكية جوية للطيارات بدون طيار في قلب أمريكا. الصين بتشتري الحقول اللي جنب القواعد الحربية الأمريكية. دولتين جدد وهما إيران والأرجنتين قدموا طلب انضمام لتحالف البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتحالف ده بيزداد فعلا قوة. الكتلة الشرقية بينضم إليها أعضاء من حول العالم اللي خلاص شافوا الغرب ليس صورة الحرية ولكن صورة الكذب، فبدأوا يتجهوا للتحالف الدكتاتوري. إيران تطلق صواريخ للفضاء في وقت بداية استرجاع الحوار النووي. الأمن الإيراني يهتز بسبب اختراقات إسرائيلية ليه. قطر تستضيف الحوار الغير مباشر بين أمريكا وإيران عشان يحيوا اتفاقية 2015، فقطر كمان بقي ليها دور. أمريكا تطالب إسرائيل وفلسطين إن هم يهدوا الموقف قبل زيارة بايدن ليهم. إسرائيل تعلن عن قبة حديدية إلكترونية، زي ما عندها قبة حديدية ضد الصواريخ بتقول إن هي أنشأت قبة حديدية إلكترونية تمنع الهجمات التهكيرية. ضربة أمريكية في سوريا قتل فيها قائد، القائد تابع للقاعدة. إسرائيل أوقفت هجمة تهكيرية على بعض محطات الطاقة الأمريكية، فإسرائيل بدأت تتقدم في منع التهكير جدا. أخبار عامة من المشاكل اللي بتحصل حوالينا. اختراق الخصوصية، خلاص ما فيش حاجة اسمها يحترم خصوصيتك، ده انتهى في الدول اللي كانت في يوم من الأيام دول الحرية. الغريبة ان الدول دي اسمها دول ليبرالية، والحكومات اللي حكمها حاليا مش حكومات محافظة لكن حكومات ليبرالية، وهي ابعد ما تكون عن الليبرالية او الحرية في شيء. دايما يتسموا باسم وافعالهم هي العكس. فاختراق الخصوصية تقدمت خطوة في امريكا بدون ما حد يلاحظ، فوزارة الدفاع الامريكي اشترت معلومات تليفونات الناس المحمولة بدون ما يعرفوا عشان تراقب المواطنين أكتر وأكتر وتعرف كل واحد بيقول إيه وأفكاره إيه وهكذا. خلاص كل حاجة هتقولها هتتسجل عليك وهيتحلل منها شخصيتك، وهيعتبر أنت هل صديق لأن أنت معاهم ولا عدو لأن أنت أفكارك مختلفة. طبعا المسيحيين مصنفين أعداء للأسف عشان أفكارنا محافظة. كمان كندا ترودو يكون وزارة الصدق لمراقبة والتحكم فيما يقال على النت. ترودو الكذاب وحكومته الكذابة يعين وزير صدق. أنا حقيقي الناس دول بيحيروني في البجاحة اللي هم فيها. يحطوا التايتل السلوجن اللي بيعملوا عكسه. وزير الصدق ده وزير الكذب. ده اللي هيتحكم في كل اعتراض يتمنع ويتقطع اللسان، ومفيش حاجة اسمها حرية تعبير، والكذب بتاع وزارة ترودو هو اللي اتنشر بس. فبدل ما يسموه وزارة الكذب يسموه وزارة الصدق. اختراع ذكاء صناعي يتوقع الجريمة قبل حدوثها بأسبوع، وقالوا ان نسبة الدقة بتاعته وصلت 90%. وطبعا ده عشان يحصل هيحتاج مراقبة بالذكاء الصناعي لكل شخص، وبدقة وبتحليل لكل تعبير وكل أفكار لكل شخص. خلاص بحجة الأمن مفيش حاجة ان انت ليك حرية تعبير، كلام ده انتهى. ايضا باحثين صينيين يقولوا ان هم نكونوا واختبروا ذكاء صناعي قادر ان هو مش بس يحلل كلامك، ده كمان يقرأ أفكارك. ذكاء صناعي، الذكاء الصناعي ده يوصل لدرجة ان هو يقدر يكتب ورقة بحثية اكاديمية عن نفسه وعن تقدمه. متخيلين؟ ابحاث الذكاء الصناعي دي كارثية، بيلعبوا بنار بحاجة ما نعرفش خطورتها ومداها هيوصل لايه.
مؤسسة World Economic Forum اللي هي اللي شواب بتاعت النظام العالمي الموحد، فعلا الكلام اللي بيقولوه في المؤتمرات اللي بيقوا خلاص مش مكسوفين يقولوها بعد ما كانوا بيقولوها في الخفاء، والكلام اللي اتقال عنها كان نظرية مؤامرة بيقولوها في العلن، حاسين ان هم اكبر من ان هم يهتموا بحد يعترض عليهم، وطلع مش كلامه بس، الكلام ده بيتنفذ، الحكومات العالمية الليبرالية بتنفذه، وفعلا بدأوا إجراءات حكومة عالمية موحدة ليبرالية. قبلت أو أبيت، واخد بالك مش واخد بالك، بيتم هذا الأمر، محتاج تستعد، النظام العالمي الموحد جاي خلاص. نظام تعديل الجينات في الأجنة البشرية في الصين الآن هيعمل على إنتاج شكل أفضل بعد ما أنتجوا الثلاث أطفال المعدلين جينيا، هيستمروا في الأبحاث دي وهيطوروا فيها بنظام كريسبر لتعديل الجينات. أول دواء بنظام كريسبر للتعديل الجيني قد يكون متاح للعالم العام القادم، ويبقى هناخد أدوية معدلة جينية. العلماء يحاولوا القيام بتجربة للانتقال للعالم الموازي بطريقة تشبه فيلم خيال علمي. تجربة مصادم الجزيئات سيرن يوم 5 يوليو اللي هي تمت اليوم، عشان تكون مستوى جديد أو على تتم على مستوى جديد من الطاقة، تخلي أصحاب نظرية المؤامرة يتكلموا عن الكارثة اللي ممكن تحصل. سيارات نقل روبوتية بدون سائق يجربوها في منطقة تكساس في بداية حقبة جديدة. على فكرة بيحاولوا باستمرار التخلي عن العنصر البشري، يبقى انت مالكش دور، لا عايزينك سواء شاحنة ولا سواء طيارة ولا سواء سفينة ولا عامل في كل هذه الحاجات ولا عامل في مصنع ولا مزارع ولا غيره. ده حتى الأطباء بدأوا يستبدلوهم بالبرامج بتاعة الذكاء الصناعي، حتى الصيادلة بدأوا يستبدلوهم بماكينات صرف الأدوية، حتى والكونسلينج، حتى يعني الحاجات اللي بتحصل بقت غريبة. الأشخاص عايزين يتخلوا عنهم عشان يبقى الناس ملهاش لزوم. علماء يطالبوا موافقة الحكومة الأمريكية على نقل أعضاء خنازير للبشر عشان يواجهوا مشكلة نقل الأعضاء وعدم توفرها. نظام رجيم جديد يعتمد على تقليل شيخوخة الخلايا عشان بيدعوا ان دوها هيضيف سنين على عمر الإنسان بمتوسط 20 سنة. طبعا الناس دولة مش ليه اشتهاء ان انتقل واكون مع المسيح فذلك افضل جدا، الناس دول اهم حاجة ليهم اشتهاء ان عمرهم يطول على الارض عشان عايزين يكملوا ويستمتعوا بالمتعة الارضية بتاعتهم اكتر. العلماء يريدوا محاربة تغيير المناخ، ازاي؟ عايزين يضيفوا مواد قلوية للمحيطات فتمتص ايه؟ ثاني اكسيد الكربون اكتر. الناس دول هيخربوا العالم اكتر لترالي زي ما قال الكتاب. ولعلمكم لما يقولوا خبر زي ده ما تتخيلش ان هو خبر وخلاص، حاجات دي فعلا بيسعوا لتنفيذها. فاكرين بيل جيتس وموضوع الطباشير اللي عايز ينشره في الطبقات العليا علشان قال يعكس أشعة الشمس ويقلل حرارة الشمس اللي جاية على الأرض؟ الحاجات دي بدأوا يحاولوا يجربوها فعلا. مين ادى الحق للناس دول ان هم يخربوا بالطريقة دي؟ هو كل واحد عشان بقي عنده شوية فلوس يعمل كل اللي هو عايزه في العالم وفي الطبيعة، وفي الآخر يلموا العيب عليك انت اللي بتلوث العالم ودفعوك انت دم قلبك والضرائب. مسيحيين يساعدوا اليهود في البحث عن بقرة حمراء عشان بناء الهيكل الثالث. أخبار اقتصادية، توقع بزيادة أسعار الوقود هذا الصيف بنسبة توصل 22% مرة تانية. البنك المركزي يحذر ان العالم على حافة دخول زمن ارتفاع كل الأسعار وهتبقى زيادة دائمة، ده مش حاجة مؤقتة. الكساد اللي يحدث سيكون أقوى من كساد 2008، وكثير من خبراء الاقتصاد بيحذروا من هذا الأمر.
مخاوف من انهيار اقتصادي في الصين بسبب استمرار دافع شي لسياسة زيرو كوفيد، هو رافض تماما حاجة اسمها سياسة أو مبدأ مناعة القطيع، لا هو لازم يكونش في ولا حالة كوفيد، وبيقفل، والتقفيل ده بيخرب اقتصاد دول كتيرة ليها علاقة بالصين للأسف. ربنا يستر. ومرة تانية الطلب اللي طلبته من حضراتكم وبقيت شبه بكرره كل أسبوع وبكرره الآن، خلي بالك حاجات كتيرة هتنقص. الإشارات والعلامات اللي توضح لك إن إحنا داخلين على 7 سنين عجاف واضحة. يا ريت تبقى زي يوسف، يا ريت تخزن حتى على المستوى الأسري حاجات، يا ريت تخزنوا بعض الغلال طويلة العمر، رجعوا أوضة الخزين. الموضوع ده مفهوش ضعف إيمان، ما ربنا بيبارك في اللي انت خزنته، بيبارك في مجهودك، هيحافظ لك عليه، وصلي ان ربنا يرشدك، لكن حاولوا ترجعوا أوضة الخزين. حاجات هتنقص نهاية السنة دي او بدأت تنقص فعلا، وعلى الاقل اعتبرها فكرة اقتصادية يا سيدي. انت عارف انت هتشتريها اخر السنة دي بضعف السعر، طب ما تشتريها من دلوقتي وتخزن لو تقدر. حاولوا تخزنوا الحاجات طويلة العمر، حاجات النواشف، الغلال، القمح هينقص أو بدأ ينقص، الذرة بدأت تنقص، الرز بدأ ينقص، ووراه المنتجات بتاعتهم المكرونة هتبتدي تنقص. خزنوا الحاجات دي. زمان أهالينا كانوا بيخزنوا السمنة والسكر وينشفوا حاجات كتيرة، ينشفوا ملوخية وينشفوا بامية ويجيبوا لحوم وينخزنوها بسطرمة والكلام ده، يا ريت تخزنوا. الأوروبيين يبدأوا يقللوا كمية الطعام بسبب دخول العالم في كارثة اقتصادية. باكستان تتجه للإفلاس، الدولة بتفلس بسبب تزايد سوء كوارث الاقتصاد اللي بتحصل فيها. مستشار بايدن، ركزوا في الخبر ده الاقتصادي، يقول إن ما نراه من مشاكل اقتصادية وارتفاع أسعار الغاز وغيره هو وماله مقصود ليه؟ لأجل مستقبل عالم ليبرالي موحد. ليه؟ حماية The Liberal World Order. إيه رأيكم؟ الراجل ده كان بيتسأل سؤال، بيقولوا له الأمريكان مش قادرين يدفعوا ثمن البنزين من الغلي، تقول لهم إيه؟ قال لهم اللي بيحصل ده علشان خاطر This is about the future of the Liberal World Order. تعليق مختصر على الخبر ده وفي رأيي مهم قوي. هدفهم تكوين عالم ليبرالي موحد. انت وحش فيه لان انت محافظ. ليه؟ لان انت مسيحي حسب رأي الكتاب. خلي بالكم ده يوضح اللي بتقوله وسائل الاعلام المحافظة في الغرب زي فوكس نيوز وغيرها صحيح. ناس كتيرة تشوف قرارات بايدن وتقول الراجل ده عبيط مش واخد باله اللي بيعمله بيخرب اقتصاد امريكا، وتشوف قرارات ترود وتقول الراجل ده مش واخد باله انه بيخرب كندا، وتشوف قرارات ماكرون وتقول الراجل ده مش واخد باله بيخرب فرنسا وغيره 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 بتاعت نيوزيلندا وغيرها 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 وغيرها. الناس دي الرؤساء الغربيين الليبراليين اللي بيخربوا اقتصاد دولهم بوضوح وبيزودوا الانترست وبيضعفوا الديون، القرارات دي ليس ناتجة عن غباء، القرارات دي في احتمال كبير يكون مقصودة تهيئ العالم الغربي لنظام عالمي ليبرالي موحد عن طريق القضاء على الفكر المحافظ واعتبارهم إرهابيين. عشان كده الشخص الأبيض بقي متهم ان هو وايت سبريميسيس إرهابي، لكن المسلم لا، ده حلو، واوعى تتكلم على المسلم اللي بيفجر نفسه في أي مكان ولا تبقى إسلاموفوبيا. القضاء على الطبقة المتوسطة، ليه؟ لأن الطبقة المتوسطة قادرين على نوع من أنواع الاستقلال، وهم مش عايزين حاجة اسمها إنسان مستقل، لازم تبقى معتمد عليهم بالكامل عشان ما تعترضش على شيء. نشر أجندة الشذوذ والإلحاد أو نوع مسيحية مختلف عن الحقيقية تماما. وعارفين فكرة نبوخذ نصر وقابلوا دولة أشور علشان يمنعوا الثورات فيبدلوا الشعوب مكان بعض، ده كمان اللي بيعملوه.
الدول الغربية فتحت أبواب للهجرة الجماعية بشكل بشع، وبايدن فاتح أبواب الهجرة الجماعية بشكل ضخم، وترودو فاتح أبواب كندا للمسلمين بشكل ضخم. ليه؟ عشان تتغير الديموغرافي بتاعت كل دولة، فالدولة تنتهي الوطنية فيها. كل ده بيتعمل لهدم الوطنية في الدول الغربية. مش عايزين الفرنسيين يقولوا فرنسا فيرست، ولا الأمريكان يقولوا أمريكا فيرست، ولا الكنديين يقولوا كندا فيرست، لا مش عايزين الكلام ده. عايزين الوطنية تنتهي. غير الشعوب وغير الديموغرافي. ليه؟ لما تنتهي الوطنية سياسة الرقابة تبقى سهلة جدا بحجة البيئة وغيرها. ليه؟ لأن دي مش دولتك، عمرك ما هتقدر تنتمي إليها. وغيرها من المبادئ الشيطانية. الناس دول القادة الليبراليين زي بايدن وترودو وماكرون وغيره وغيره وغيره، دول ما بيخدموش دولهم، ما بيعملوش لمصلحة دولهم. دول عايزين يحطموا وطنية دولهم علشان يقدروا يبنوا على أنقاضه نظام ليبرالي عالمي موحد. اللي بيعملوه من قرارات، انت تقول القرارات الغبية دي اللي ضد مصلحة شعبهم، دي مش قرارات غبية، دي قرارات هادفة للأجندة الليبرالية للعالم الليبرالي الموحد. مذيع فوكس نيوز يقول إن خطة عالم ليبرالي موحد هو ده كشف أكبر خطة في التاريخ، ويتعتبر خيانة عظمى. ده فعلا يصنف خيانة عظمى لدولة أمريكا إن هم ما بيعملوش القادة الليبراليين في حكومة بايدن لأجل الأمريكان، لكن بيعملوا لأجل مصلحة خارجية وليس المصلحة الوطنية. الدول دي بتهد نفسها بنفسها لعلمكم علشان تكون العالم الليبرالي الموحد. اضطهاد المسيحيين المتزايد، لا تزال وسائل الإعلام ما بتتكلمش على استشهاد المسيحيين وقتلهم واضطهادهم من قبل المسلمين في أفريقيا ولا في الشرق الأوسط ولا الشرق الأقصى. لا مش مهم. شرطة سياتل ده حتى في الغرب اللي كان في يوم من الأيام مسيحي دلوقتي بقى عدو للمسيحية، تقبض على مبشر كل اللي عمله إيه، كان بيقرأ الإنجيل في مكان عام، بحجة إنه لما بيقرأ الإنجيل ده بيهدد الأمن العام. أصبح قراية الإنجيل تهديد للأمن العام، لكن السماح لدخول المسلمين بدون سكرينينج والكارتيل من جنوب أمريكا بدون سكرينينج، ده ليس تهديد للأمن العام. الحاجة الوحيدة اللي بتهدد الأمن العام في الدول الليبرالية الكتاب المقدس. إيه رأيكم؟ وسياتل اللي بتعاني من نقص الشرطة عشان دي فاندنج البوليس، أرسلت 10 أفراد شرطة عشان يقبضوا على مبشر واحد. إيه رأيكم؟ الانحدار الأخلاقي المتزايد جدا للأسف. كندا حكومة ترود وطبعا الشيطانية قد تصبح مكان لإجهاض الأمريكيات في الولايات اللي هتبتدي يقل فيها السماح بالإجهاض. إيه رأيكم؟ فترود عايز يخلي كندا مكان الشر ده. النجوم الأمريكان يستغلوا شهرتهم في تأييد الإجهاض. وإيه العنف بتاع بتوعوت الإجهاض ده؟ مغنية تقول لفظ قبيح جدا للي بيستمعوا إليها وهم ضد الإجهاض، كلهم خلاص بيستخدموا لفظ اف اف باستمرار. ليه كده؟ عمركم سمعتوا واحد مؤيد للإجهاض كان بيشتم هو مؤيد للحياة ضد الإجهاض كان بيشتم مؤيد الإجهاض؟ ما حصلتش. مغنية تانية تفعل نفس الأمر، مغني أمريكي يعني أنه يتنازل عن الجنسية الأمريكية وبرضه يستخدم نفس الألفاظ القبيحة بسبب قرار المحكمة الدستورية للغة الإجهاض الفيدرالي. والمحكمة الدستورية مشكلة ما لغتش الإجهاض، هي رجعت الحق لكل ولاية تحكم باللي مناسب ليها من ناحية الإجهاض. ده كل اللي عملته. إيه الجنان اللي حاصل من ناحية الشذوذ ده؟ بعد الست اللي حبت طيارة وعايزة تتجوزها، واللي حبت عريس قماش واتجوزته وخلفت عروس قماش صغير، سيدة دلوقتي تحب سور خشبي وعايزة تتجوزه. الناس دول مش يتشجعوا ويعملوا ويتعمل منهم حاجة شهيرة، الناس دول ياخدوهم على مصحة ويعالجوهم. لكن طبعا لو حبيت تعالجهم انت بتعمل الجريمة اللي يسموها الكونفيرجن ثيرابي. اصبح علاج هؤلاء المرضى النفسيين الشواذ جريمة. لكن يعملوا ايه؟ يشجعوهم.
ادي اللي بيحصل. مؤسسة عمال بريطانيا تقول المسيحيين انت مش ملزم ان انت تقبل الشذوذ، لكن اوعى تعبر عن رأيك في العمل ان انت ضد الشذوذ، ما تنطقش، احنا مش هنجبرك تغير فكرك، خلاص اوعى تنطق، لكن احنا هنخلي ولادك يبقوا شواذ. ادي السياسة اللي بتتم، عايزين يمنعوك عن التعبير. ليه من حق الشواذ يقولوا رأيهم ومش من حق المسيحيين يقولوا رأيهم؟ ليه؟ ليه من حق الأقلية الشواذ يعملوا كل اللي هم عايزينه والأغلبية الستريت مش من حقهم؟ وراح فين حق الأغلبية؟ راحت فين الديمقراطية؟ سياسية فرنسية شهيرة تعلن أنه بتقول خلي بالكم أصبحت المسيحية مكروهة وبشدة في العالم الغرب الليبرالي. ليه؟ علشان المبادئ المسيحية الواضحة ضد الشذوذ. رفض قس وبلغوا عنه مكافحة الإرهاب. ليه؟ عمل قنبلة زي المسلمين ولا فتح النار على حد؟ لا، كل اللي قاله قال التعليم الكتابية اللي ضد الشواذ، وحذر الناس وأولياء الأمور من رفض أجندتهم، فاعتبروه إرهابي وبلغوا عنه مكافحة الإرهاب. طبعا أنتوا عارفين أن واحد زي حالاتي أنا حاليا أصنف أن أنا إرهابي في القوانين الغربية، لأن أنا بقول أن الشذوذ خطية، ده يعتبر إرهابي. كنيسة كاثوليكية في كنتاكي تقدم خدمة اعتذار للشواذ. سامحوني الكنيسة دي أنا لا أعتبرها العمل، الموضوع ده لا اعتبرته تبع ربنا. تحذير، وده بكرر دايما بقدم التحذيرات لحضراتكم، خلي بالكم في مسلسل كرتوني جديد اسمه Human Resources بمشاهد بيعلموا الاطفال الجنس، خلي بالكم. كتاب دراك كوين لتعليم الشذوذ للاطفال يتم سحبه من رفوف مكتبه مؤقتا بسبب غضب شديد من الأهالي، وطبعا هيرجعوه مرة تانية بالراحة لما تنتهي الموجة الغضب دي. هم عايزين يعلموا الأطفال الشذوذ، دي أجندة أعلنوها، دي خلاص في بقي قالوها بوضوح في مانيفستو وعملوا لها أغاني We will convert your children، قالوها بوضوح. هدفنا حرية إيه يا أبو حرية؟ أنت فاكر إن إحنا لسه بنطالب بحرية؟ هدفنا إن أولادك يبقوا شواذ زينا، قالوها بوضوح. المسلسل الكرتوني الجديد لديزني القزر يحتوي على اللي هو اسمه باي ماكس، يحتوي على شخصية شاذة متحول جنسيا، واحدة أصبحت ولد بتشتري مواد للدورة الشهرية وبتعمل عنها إعلانات وهو واقف كما لو كان ولد. الأطفال لما يشوفوا الحاجات اللي زي دي إيه رأيكم؟ خلي بالكم المقصود واحد من الأهداف الأساسية للعالم الليبرالي الشيطاني هو تضليل الأطفال صغار النفوس. فعلينا دور، محتاجين نصلي ونستعد ونعد زيت في مصابيحنا لاستقبال العريس، وعلشان ننور لصغار النفوس اللي عايزين يعصروهم في الظلام. نستعد ازاي؟ بالصلاة، بالصوم، بالخدمة، بتنقيط القلب، الاستعداد بلباس العرس. خلي بالك لو متمسكتش بالمسيح من الآن ممكن متقدرش تستعد في المستقبل القريب بسبب الظلام، ونبقى بعض مننا زي الخمس عذارى الجاهلات. ربنا قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ما نخافش، أما خوفهم فلا تخافوا. قال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن في زمن التشكيك اللي بيحاولوا يشككونا في إيماننا ويمنعونا حتى ان احنا نتكلم عنه أو ندافع عنه، فأصبح إيماننا جريمة والدفاع عنه جريمة. وقال لنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ننتبه ونستعد في زمن عايز يشغلك أو يمنعك عن الكلام عن إيمانك بأي شكل. ربنا قال لنا الحاجات دي لما تحصل ترفع راسك لأن نجاتكم تقترب. عريسنا اقترب، اصنعوا ثمار طليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع والمجد لله دائما. ربنا يبارك حضراتكم، ورجاء محبة كالعادة اذكروا